أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة في بين قوسين، وعنوان الحلقة عن الإعلام: كيف يتعامل الإعلام مع أزمة كورونا. البعض يتهم الإعلام بأنه يضخم الأمور ويستفيد من هذا الحدث، وبالتالي لا يكون موضوعيا كل ما ينشر أو بعض من ما ينشر. سنتناول كل هذه المواضيع. طبعا سيكون معي من الرياض الأستاذ محمد البيشي، وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، وأيضا من القاهرة سيكون معي الأستاذ محمد عمارة، نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بكما معنا في هذه الحلقة. أبدأ من الرياض. أستاذ محمد، هل الإعلام بالفعل يضخم من أزمة كورونا ويزيد من حدة الخسائر والأخبار في الأسواق المالية، وبالتالي تتعرض الأسواق للانهيارات أكثر؟ الإعلام هو يلعب دور في ذلك أم لا؟ نعم، أهلا بك زميلي جو والأستاذ محمد والسادة مشاهدي سي ام بي سي عربية. الواقع أنه الإعلام دائما وفي أي أزمة، سواء صحية أو مالية أو أيا كانت نوع الأزمة، على مر العقود وعلى مر السنوات الماضية يكون أثر فعال، بل على العكس يتقدم هو. احنا نعرف زميلي جو أنه الإعلام هو سلطة رابعة، ولكنه في مثل هذا النوع من الأزمات يصبح أحيانا سلطة ثانية وثالثة بحكم دور الفعال في إما إدارة الأزمة أو تضخيمها كما أشرت أو التقليل منها. والحقيقة أنه أزمة كورونا يعني بحكم حجمها الكبير واللي أثر على الاقتصاد العالمي وأحدث نوع من الشلل يكاد يكون في صناعات كثيرة وقطاعات كثيرة من العالم، وينتظر أن يؤثر بشكل يعني كبير على حجم نمو الاقتصاد العالمي، إلا أني أتصور أنه الإعلام ما زال حتى الآن يقوم بدور متوازن إلى حد ما، لم يمارس نوع من الهلع، لم يطلب من المستثمرين بشكل أو بآخر التخارج من الأسواق، وأنه هذه أزمة لا حل لها أو أنها أزمة ممتدة، وهذا ما رصدناه في العديد من التغطيات التلفزيونية أو حتى الصحفية. إلا أنه هناك طبعا تفاوت ما بين إعلام وإعلام، مثلا الإعلام في أوروبا وفي أمريكا بدأ يحذر من انكماش شديد قد يصيب الاقتصاد العالمي، وهذا طبعا بالتأكيد سيدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. الإعلام في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط يضع الأمور تحت السيطرة، وأن هناك دعم من الحكومات. صحيح. وأنه فأنا أتصور أنه بالفعل كما أشرت زميلي جو للإعلام دور جدا مهم في إدارة هذا النوع من الأزمات. بدي أخذ هذه النقطة بالتحديد اللي ذكر الأستاذ محمد البيشي وانتقل إلى القاهرة. الأستاذ محمد ذكر أنه الإعلام العربي والخليجي، هل في تباين بين الإعلام الغربي أو الإعلام العربي عم بيزيد أكثر بالأخبار، ولا كيف بتشوف الوضع؟ أولا بداية يمكن القول بأن وباء كورونا العابر للقارات والأوطان والأديان والأعراق أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل التام. نعم. والإعلام أو الإعلام سواء الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي في الدول العربية وفي مصر، أنا بأرى أنه بيعالج القضية معالجة موضوعية وبحيدة تامة، لأن الإعلام يدرك دوره الفعال في مثل هذه الأزمة الخطيرة، لأننا كما نعلم أن أزمة كورونا أزمة منذ شهر ديسمبر الماضي، وهي تغزو العالم أجمع شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وحقيقة يعني لها تأثيرات اقتصادية خطيرة، يعني أدت إلى انهيار البورصة سواء في نيويورك في أمريكا، في كثير من الدول أدى إلى انخفاض أسهم البورصة، وهذا بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وتوقف حركة الاقتصاد، وبالإضافة إلى إن عجلة صحيح سنتناول كل هذه بدأت بطيئة نتناولها بالفقرة الثانية، مهمة جدا هيدي. خليني بس ارجع اذهب مرة جديدة إلى الرياض. أستاذ محمد، أنت كيف عم تتعامل مع تأثير كورونا على الأسواق؟ هل هي أولوية خلص وبتنسى كل الملفات والتقارير الأخرى؟ لأنه هي طاغية على كل الأصعدة، كيف عم تتعامل مع خبر كورونا؟ نعم، على الصعيد الشخصي تقصد؟ لا، على الصعيد يعني خليني أقول العمل عندكم. العمل نعم. بالتأكيد أنه اليوم ما في حدث
سواء اقتصادي او امني او طبي او الا هو مرتبط بكورونا بشكل او باخر، بمعنى شئنا ام ابينا. يعني احنا اليوم نتناول مثلا سوق الاسهم نجد التاثير، نتناول صناعه النقل والسياحه والسفر نجد كورونا حاضر، نتناول البورصات نجد كورونا حاضر، نتناول سوق العملات نجد كورونا حاضر، نتناول صناعات اليوم اللي اصبحت ضروريه مثل صناعه الاغذيه وصناعه التجزئه وصناعه الادويه، وهذه صناعات اليوم اصبحت ذات اولويه في جميع دول العالم. بالتاكيد انه من هذا المنطلق نتعاطى مع قصصنا اليوميه الاقتصاديه، نتعاطى مع الإعلانات والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية ومن منظمة الصحة العالمية، وحتى من الأسماء الأخبار اللي نسمعها عن اجتماعات محتملة وقمة للعشرين ستعقد لمعالجة موضوع الاقتصاد العالمي والتصدي. احنا شفنا تحركات البنوك المركزية خلال الأيام الماضية، بل أكاد أقول أنه للمرة الأولى أنه يكون هناك تنسيق مشترك بين ست بنوك مركزية في العالم، وأصبح هناك أيضا دعوة إلى أن يكون هذا التنسيق بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، طبعا لهدفين رئيسية: أولا ضمان وجود إمدادات من السيولة في ظل ما يمكن أن يحدث من شح في السيولة بعد الإجراءات اللي يتم تطبيقها من إجراءات العزل الاجتماعي أو التباعد الاجتماعي، وأيضا الحجر الصحي. لذلك اليوم أصبحت كل تلك التقارير مرتبطة. طيب خليني أذهب إلى القاهرة، أستاذ محمد، بمصر كيف عم بيكون تعامل بالإعلام؟ طبعا مش عم بيكون نفس السلوك، خصوصا أنه الأخبار اللي عم تأتي عن كورونا، في الكثير من الأخبار اللي عم بيصير فيه نوع من التضخيم، أو أيضا أنه في نظرية المؤامرة وغير ذلك. كيف بتشوف الإعلام المصري عم يتعاطى حاليا مع أزمة كورونا؟ يعني أنا بأرى أن الإعلام المصري، القنوات الفضائية والقنوات الأرضية والصحافة الورقية والسوشيال ميديا، يعني على مستوى المسؤولية، مستوى مسؤولية الأزمة، أزمة كورونا، وبتعالج كل جوانبها بموضوعية، سواء بالتحقيقات الصحفية أو بالأحاديث أو بالمقالات أو بالتحليلات. لأن الأزمة حقيقة هزت كل القطاعات عندنا في مصر، كل القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص، مصالح كثيرة توقفت وعمالة توقفت مؤقتا، بل ربما تتوقف بصفة دائمة، انخفاض الانتاج، كل ذلك انعكس على الاقتصاد. طبعا احنا عندنا كل المحال التجارية وكل المنشآت التجارية تكاد تكون متوقفة بسبب هذه الأزمة. أين مكان حرصاً هذا نفس حرصاً الوضع، بس بمصر عم بتشوف الإعلام، بدي أرجع على الموضوع دائما الحلقة، الإعلام هل هو كيف عم بيكون مواكب الأزمة؟ هل في تضخيم للأمور أو لا عم بيكون موضوعي أكثر؟ مش كل الإعلام عم يتصرف نفس الشيء. لا أنا بأرى من خلال متابعتي سواء للصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أن الإعلام على مستوى المسؤولية ولا يضخم، بل بيلجأ إلى المتخصصين، بيلجأ إلى جهات الاختصاص في معالجة الأزمة وكيفية الخروج إلى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة. أستاذ محمد، الإعلام السعودي هل بنظرك مواكب للشاردة والواردة إلى كل شيء عم يحصل بأزمة كورونا؟ والبعض أنه بيتهم أنه الإعلاميين الآن أنه عم بيعيشوا حقبتهم الذهبية، لأنه كل الأنظار عليهم وهن المستفيدين الأكبر، يمكن هن والأطباء والدكاترة والمختبرات هن الأكثر تحت الأنظار حاليا. إيش بترد على الأقوال؟ هم في موقع الخطر. يعني أنا أتصور أنه الإعلاميين اليوم اللي يقومون بأدوار من الميدان هم يقوموا بدور لا يقل أهمية عن الدور اللي يقوم به الطبيب والممرض والجندي في الميدان. هم ينقلون الأحداث، ينقلون، وبناء على نقلهم للأحداث يتم اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية للعديد من المشاهدين والمتابعين. وأنا أتصور أنه يعني أصعب شيء يواجهه الإعلاميين اليوم هو طرح توقعات اقتصادية أو مالية، لأنه نعرف أنه الأزمة هذه فريدة من نوعها، يمكن ما تمر على البشرية كل 200-300 عام جائحة من هذا النوع. لذلك أنا أتصور أنه اليوم موقفهم صعب، هم معرضين للخطر والعدوى، وإحنا شاهدنا مراسلي القنوات الفضائية متواجدين في أماكن الحظر التجول في إيطاليا وفي باريس وفي كل مكان في العالم وحتى في الصين، وهذا دور يشكرون عليه. وبالفعل يعني الإعلامي موجود في كل حدث وأزمة،
ولكن على صعيد التوقعات الاقتصادية هم اليوم في موقف لا يحسدون عليه. يعني لا يمكن لأي إعلامي متخصص في الاقتصاد اليوم التنبؤ بما يمكن عليه أن يكون الاقتصاد بعد شهر مثلا. نعم. ولا عن وضع العملات في العالم ولا حتى عن وضع أسعار النفط، وهذه صعوبة يعني لا تكاد، يعني حتى في الحروب يمكن توقع مآلات أسعار العملات واتجاهات المستثمرين، عندما تقع حرب في منطقة معينة ينتقل المستثمرين إلى منطقة آمنة أخرى. ولكن في مثل هذه الجائحة تحديدا، وباء فايروس كوفيد 19، لا يزال هناك ضبابية، وهذه الضبابية لا تساعد سواء المحللين الماليين أو الصحفيين الاقتصاديين في إعطاء تصورات أو انطباعات عن المستقبل. طيب بالنسبة لهذه النقطة، بما أنه ذكرت عن المحللين وكمان اللي بيعملوا خليني أقول بمجموعة الأبحاث وكل هذه الفروع، إيش صارت التقارير عندكم؟ إديش زادت؟ إديش زاد العمل؟ كم تقرير صار زاد عن السابق؟ لأنه حالة غير طبيعية. بالتأكيد اليوم التقارير بعد ما كانت أسبوعية أو شهرية أصبحت ديلي. إحنا نعطي تقارير يومية عن وضع العملات، نعطي تقارير يومية عن وضع الأسهم دون إعطاء أي تنبؤات بمسار سوق الأسهم في الأسابيع المقبلة. أيضا بدأنا نركز على جملة من الأمور المتعلقة بحجم الاكتفاء الذاتي من المواد الأغذية، حجم الاكتفاء الذاتي من الأدوية، قدرة القدرات الاقتصادية اللي تتمتع بها الدولة. احنا سمعنا عن حزمة ب 120 مليار ريال قدمتها السعودية خلال اليومين الماضية لدعم القطاع الخاص وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بدأنا تتبع هذه الأموال، أين ستذهب، من سيكون المستفيد منها، كيف سينعكس أثرها على حركة السيولة في السوق وعلى أيضا حركة البضائع والأغذية وما إلى ذلك. وهذه أمور بالتأكيد أنه التركيز عليها اليوم أصبح أكبر من أي وقت مضى. شكرا لك أستاذ محمد. رح نتوقف مع فاصل ثم نعود مرة جديدة إلى هذه الحلقة الخاصة عن الإعلام وأزمة كورونا. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة عن كيفية تعامل الإعلام مع أزمة كورونا. أستاذ محمد عمارة من القاهرة، أهلا بك مرة جديدة. بدي أسألك عن قديش عم تختلف حاليا الضغط على الإعلام، خصوصا مع وجود المزيد والمزيد من التقارير اليومية اللي صارت يمكن أضعاف وأضعاف عن الأيام العادية. كيف عم يكون تعامل بالإعلام المصري مع هذه الأحداث؟ أولاً يعني أود أن أشير إلى أن الإعلام المصري طبعاً بيكثف جهوده لتغطية كل جهود وزارة الصحة، الأجهزة الدولة. الدولة اللي خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، وبدأت تنشر المستلزمات الطبية في كل مكان، وتقوم بالتطهير وتعقيم لكل المنشآت الحيوية والمنشآت التجارية وكل المواصلات وكل الأماكن في مصر أصبحت معقمة. فالإعلام يعني أنا بأرى أنه بيقوم بالتغطية والتوعية الثقافية الصحية لجميع المواطنين، وأصبح فعلا وزارة الصحة يعني بتقوم بدور فعال ودور حيوي، بالإضافة إلى القوات المسلحة. يعني القوات المسلحة على سبيل المثال قامت بتطهير مجمع التحرير وميادين التحرير والميادين الرئيسية، وتطهيرها وتعقيمها، وقامت بدور في كل المنشآت الحيوية ومنشآت الدولة طبعا تحسبا لأي أخطار تنجم من هذا الوباء القاتل الشرس الذي يفترس العالم كله. وإحنا بنرى أن الإعلام يعني يقع عليه دور وطني من الدرجة الأولى، دور وطني أكيد في هذه الأزمة. مهم جدا لأنه يقع عليه عاتق مهم جدا، لأنه مسؤول مهم في هذه مسؤول في توعية المواطن، توعيته صحيا وتوعيته من كافة الجوانب. صح. وحقيقة يعني كل الأجهزة وكل الوزارات والهيئات والمصالح على قلب رجل واحد، وهناك تضافر
وأنا بأرى أن يجب أن تكون هناك تضافر بين المنظمات الإقليمية والدولية حتى ننجو من هذا الوباء. نعم. الذي يهدد العالم أجمع. طيب. المسألة مش منظمات إقليمية، لا، منظمات إقليمية وعالمية. نعم. ومحلية يجب أن تتضافر في هذه الظروف حتى نعبر هذه الأزمة ونصل. طيب. إلى بر الأمان، لأن المسؤولية ضخمة والوباء. طيب، يعني سأتطرق إلى هذه النقطة بالنسبة إلى كيفية يعني التصدي لهذا الوباء إعلاميا. إلى الرياض مرة جديدة أستاذ محمد، كيف عم تتعامل مع الأخبار بالنسبة كأولوية وترتيب؟ إذا إجا خبر هام عن السعودية، أو إذا إجاك خبر مهم جدا عن كورونا، إذا إجاك خبر عن اللقاح، كيف عم بيكون أولوية الأخبار مع تسارع الأحداث عندك؟ اولا احنا بنحاول قدر الامكان نعتمد فقط على المصادر الرسميه، واتحدث هنا عن وكاله الانباء الرسميه، عن وزاره الصحه، عما يصدر من الجهات المختصه تحديدا. بالنسبه لموضوع الدواء وموضوع اللقاح، نحاول نتعاطى معه بحذر شديد. لا نريد ان نزرع امل يقوم بناء عليه التفريط في الاحتياطات والاجراءات الوقائيه، ولا نريد في نفس الوقت ان نفقد العالم هذا الامل فينتج عنه هلع أو بانيك أو ما إلى ذلك. لذلك أعتقد أنه في هذا الإطار على الإعلام مسؤولية كبيرة جدا أن يتحقق من أي معلومة تتعلق بإيجاد لقاح أو إيجاد دواء وعلاج لفيروس كورونا، لأنه ذلك قد يؤدي في حال انتشاره بصورة واعتماده وهو غير حقيقي أو غير دقيق. نعم. أن يؤدي بالمواطنين والمقيمين إلى أنه يفرطوا في الإجراءات الوقائية والحمائية التي يتم حثهم عليها. هذا من جانب. طيب، الحساب مثلا عم بيكون المصادر الموثوقه، عم بيصير في احيانا اخطاء بها، كيف تتعامل مع الخطا ومصدر موثوق وانت على طول ملتزم معه وحصل في خطا كبير جدا، كيف تتعامل معه؟ يتم اعاده تصحيحه اذا 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 نشر عن طريق المنصه الاعلاميه الخاصه بنا وهو عن مصدر مسؤول، يتم اعاده تصحيحه بشكل او باخر. ولكن تصحيح. نعم. ولكن زميلي جو، نادرا جدا، لانه اصلا هناك تقييم ذاتي داخل الصحيفه ومع إدارة التحرير وما إلى. نعم. ذلك يتم تقييم الخبر، هل هو منطقي، هل هو يتماشى مع التوجهات الخاصة بالصحيفة، هل يتماشى مع توجهات الآن إحنا في أزمة وهناك جهات مختصة تقوم بإرسال رسائل إعلامية، هل هذا يتماشى معها أم لا. من هذا المنطلق يتم اختيار الخبر، توزيعه، توثيقه، نشره ومعالجته مرة أخرى، لأن الأمر حساس جدا. صح. جدا، ولا يحتمل الاجتهاد أبدا. نعم. استاذ محمد، ما قلت لي عن ترتيب الأولوية، عندك مثلا اخبار قوية عن السعودية، رجع اجيك خبر قوي بالنسبة الى الوباء وخبر قوي انهيار الاسواق، كيف تتعامل معه انت ك ك ك يعني بحكم التخصص؟ احنا الخبر المالي والاقتصادي رقم واحد، ولو كان الخبر هداك هو اللي حيخر شيء يعني يدير الاسواق المالية وبكون هو مش خبر اقتصادي، يعني مثلا لقاح او غيره اهم يمكن من سقوط الاسواق. يعني خبر زي لقاح وزي هذا بالتاكيد انه بيغطي على اي خبر اخر، هذا بالتاكيد اذا مثلا صدر عن منظمه الصحه العالميه. نعم. انه يقتل كل الاخبار الاخرى، يقتل كل الاخبار الاخرى بالتاكيد، لانه سيكون مؤثر عليها بالمناسبه، يعني فبالتاكيد انه سيتم تصديره في المشهد يعني. طيب، خليني اذهب مره جديده الى القاهره وانتقل الى الاستاذ محمد. استاذ محمد، مره جديده يعني عم تحس انه الاعلام المصري عنده كل هالوسائل المتوفره بيقدر يضاهي نوعا ما، يعني عم نتكلم نحن انه عم بغطي تغطيه كامله بدون نقصان كل هذه الازمه، او هو بحاجه الى مزيد من يعني الاشياء والتكنولوجيا الغير موجوده؟ لا، انا اود ان اشير الى ان كل وزاره لديها متحدث رسمي بيعلن البيانات الرسميه والاحصاءات الدقيقه والاخبار الصحيحه، ولو حدث شائعة أو أي خبر يعني خطأ بيحدث تصحيحه على الفور، لأن إحنا لازم نواجه هذا بموضوعية، لأن ده خطير، يؤثر على الرأي العام بشكل خطير. الخبر له تأثير فعال على الرأي العام، فإحنا بنتحرى الدقة، وعندنا طبعا قاعدة في الصحافة، الأهم فالمهم. الأهم دلوقتي في الدرجة الأولى هو ما يهم صحة المواطن. نعم. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن صحة المواطن
تأتي على رأس الأولويات وتأتي على رأس كل شيء. فإحنا طبعا في الأخبار سواء للصحيفة أو للقناة أو لوكالة الأنباء أو للإذاعة، لا بنرجع للمصادر الأساسية اللي هي لديها المعلومات الصحيحة والسليمة والمضبوطة، لأن ده خبر أكيد له مهم جدا وله تأثير الخبر على الرأي العام وكل شيء على الرأي العام. صحيح صحيح. وأنا زي ما قلت لسعادتك كل وسائل الإعلام لدينا على مستوى المسؤولية وعلى قلب رجل واحد. طيب. لأن الأزمة بتهم كل صغير وكبير، 100% بتهم كل مسؤول وغير مسؤول. نعم. فالأزمة يعني شديدة الخطورة. طيب. فإحنا بنتحرى الدقة في نشر الأخبار خليني أذهب إلى الرياض مرة جديدة. أستاذ محمد، العنوان اللي عم تختاروا والعناوين، كيفية اختيار العناوين، هل ممكن أن تخفف من العنوان إذا الحدث كبير، أو ممكن أنه يعني لا يعني تضخيم الكلمات واستعمال الكلمات بالعناوين مهم جدا، الافتتاحية أو العنوان، فيك تفسرنا بعض يعني كيف عم بتكون الطريقة؟ يعني هذا يعني هذا راجع زميلي جو لمهنية الصحيفة في المقام الأول، وأيضا لنوع الحدث. يعني أحيانا التضخيم، أنت تعرف الصحافة لغة الإثارة، ولكن في مثل هذا النوع من الظروف الدقيقة احنا نتحدث عن ظرف بشري يهم البشرية كلها، نتحدث عن فيروس غير مشاهد ينتشر بين البشر وحصد حتى الآن أكثر من 11 ألف إنسان وأصاب أكثر من ربع مليون إنسان. نعم. هذا الحدث أعتقد أنه مسؤولية الإعلام الشخصية أنه يتعاطى معه بموضوعية ويتخلى نوعا ما عن تتبع الإثارة. وهذا سؤالك يقودني لما حدث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصحفي في لقائه بالموجز الإجازة الصحفي اللي قبل يومين. لاحظنا انه كان في نوع من التلاسم بين الرئيس والصحفي، وانا اعتقد انه مرده انه الصحفي يبحث عن نوع من الإثارة فيما الرئيس الأمريكي يسعى الى نوع من التهدئة في هذا الإطار. واعتقد انه انا على الصعيد الشخصي اقف في صف الرئيس انه سؤال الصحفي كان يوحي بأن الرئيس يقدم دواء للأمريكيين ويعطيهم أمل وهو غير صادق، رغم أن الرئيس قال أنه هذا الدواء قابل للعلاج ولكنه حتى الآن غير معتمد. فمن هذا المنطلق هناك اليوم يجب أن يكون هناك علاقة مميزة بين المسؤول والإعلامي، بحيث أن كل منهم يتحرى المسؤولية فيما ينشر، لأن المرحلة اللي يمر بها العالم اليوم هي مرحلة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة. بس مثل ما ذكرت بالنسبة إلى اللقاح موضوع حساس بالنسبة لتناول الأخبار، كيف عم تتناول الأخبار اللي بتخص اللقاح؟ بنركز على أنه لا نأخذها إلا إذا صدر عليها تعليق منظمة الصحة العالمية مثلا، من منظمة الصحة العالمية أو من وزارة الصحة السعودية. مثلا احنا نشرنا قبل يومين أنه وزارة الصحة السعودية تقول لا يوجد حتى الآن أي علاج معتمد أو لقاح معتمد لفيروس كورونا. نعم. كل ما هناك بروتوكولات يتم تطبيقها على الحالات الحرجة وبعينات أو مستوى عدد من المرضى قليل جدا ولا يمكن الاعتماد عليه حتى الآن. أستاذ محمد، مع هالضغط الكبير اللي عم بتواجهوه بالنسبة إلى أزمة كورونا، ما هي يعني كيف بتشوف، هل هي خبرة سنوات بهذه الأسابيع القليلة كانت، ولا لا بتعتقد أنه كان عندكم الخبرة الكافية، ولا لا تشعروا أنه صار في خبرة سنوات بهالأسابيع اكتسبتوها؟ إذا تكلمت على صعيد الصحافة الاقتصادية يعني وضعنا أقل شوي، لكن الزملاء الصحافة اللي التلفزيونية واللي في الميدان واللي في مواقع الحدث، بالتأكيد أنه هذا الحدث أشبه ما يكون بالحرب العالمية الثانية. لك أن تتخيل أحد الصحفيين يضع في السي في حقه أنه شارك في تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية. هذا الحدث والمشاركة فيه والتغطية الإعلامية فيه هو حدث تاريخي، نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة يعني عن البلاد والعباد. وأنت إيش أضفت لك أستاذ محمد؟ يكفي أني أظهر اليوم، ولأول مرة أنا 20 عام في الصحافة أظهر اليوم من منزلي تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة، وأعمل اليوم من منزلي. أنا اليوم والله الحمد يعني أقوم بتنفيذ الصفحات الخاصة بصحيفة الاقتصادية من المنزل ومراقبتها من المنزل، وهذا شيء لم يحدث في تاريخ عملي الصحفي من 20 عام. لذلك التغيرات كبيرة، وهذا الفيروس سيغير من حياتنا وثقافتنا. طيب. وسيغير من طريقة عملنا، وبالتأكيد
أنه تجربة تغطية هذا الحدث هي بعشر سنوات من تغطية أي حدث آخر. شكرا لك أستاذ محمد البيشي، وأنت مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من الرياض. وشكر أيضا موصول للأستاذ محمد عمارة، نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية من مصر. مشاهدينا، نصل إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم ونلتقي معكم في حلقة أخرى.